نروح لوزارة التضامن الاجتماعي. استطاعت فرق التدخل السريع التابعة للوزارة من التعامل مع 293 حالة وبلاء خلال الشهر الجاري. تضمنت الحالات مواطنين بلا مأوى وحالات إنسانية على مستوى الجمهورية، ليرتفع عدد الحالات اللي تم التعامل معها منذ انطلاق هذا الفريق أو بدء للعمل في عام 2014 إلى 16515 بلاغ. للتفاصيل أكثر عن الخدمات اللي تم تقديمها لهذه الحالات، معانا الأستاذ محمد يوسف مدير فريق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعي. أستاذ محمد، أهلا بحضرتك في المواجهة، وكلمنا أكثر يعني إزاي تم التعامل مع ال 293 حالة وإيه الخدمات اللي تم تقديمها ليهم خلال هذا الشهر. اهلا وسهلا يا فندم. هو احنا طبعا بنتلقى الشكاوى على الخط الساخن للوزاره اللي هو 16139، ده بالاضافه ل اللي هو خط منظومه الشكاوى الحكوميه اللي هو 16528، والفرقه بتاعتنا بتبدا تنزل عشان تشوف الموضوع بتاع الحالات ديت ويفحصوا على الارض، على ارض الواقع، وبعد كده نشوف ايه التدخلات اللي هي نقدر نعملها. ففي بعض الحالات تم نقلها الى دور الرعايه الاجتماعيه عشان تتلقى كافه اوجه الرعايه، وفي بعض الحالات تم ايداعها طبعا كانت بتحتاج الى تدخلات طبيه، فتم بالتنسيق مع منظومه الشكاوى الحكوميه نقلها للمستشفيات اللي تبع لوزاره الصحه. وفي بعض الحالات لما تم فحصها اكتشفنا ان هي بتحتاج لبعض المساعدات العينيه والنقديه، وده طبعا عملناه بالتنسيق مع مديريات التضامن الاجتماعي والجمعيات التابعه ليها. هل في حالات بترفض ان هي تنتقل لدور رعايه؟ وفي الحاله دي يعني بتتصرفوا معاهم ازاي؟ هو طبعا احنا بناكد ان احنا ما بناخدش حد بعنوه، لان طبعا دوت مخالف للقانون. اكيد طبعا. لكن احنا طبعا كاخصائيين نفسيين واجتماعيين بنقنعه ان احنا طبعا بنعمل دوت لصالحه، وان احنا بنحاول نخليه يعيش حياه جيده وحياه كريمه. فطبعا لو هو اصر على دوت فاحنا بنحاول ان احنا نوجهه ان هو ياخد احد الخدمات اللي هي تابعه لوزاره التضامن الاجتماعي زي معاش تكافؤ الكرامة، برنامج فرصة، يعني كل الخدمات اللي هي تابعة الوزارة تقدر تقدمها ونساعده بيها. طب لأي مدى في تنسيق بينكم وبين منظمات المجتمع المدني المختلفة؟ في تنسيقات كبيرة، وهم طبعا بيبقى في تعاون كبير ما بيننا وما بينهم، لأن هو في الأول وفي الآخر احنا بنشتغل على نفس الهدف اللي هي توفير حياة كريمة للمواطن المصري. هل فرق التدخل السريع موجودة في القاهرة الكبرى فقط ولا موجودة ومنتشرة في باقي المحافظات؟ لا، احنا موجودين في 27 محافظة. هايل. وبنتلقى الشكاوى زي ما قلت لحضرتك من مصادر عديدة، زي ما قلت الخط الساخن للوزارة اللي هو 16439، ده بالإضافة طبعا كل ما ينشر على صفحات التواصل الاجتماعي أو الإعلام المقروء أو المكتوب. ممتاز، أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ محمد يوسف.